عبر الهاتف ينضم إلينا الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصادات الصحة وعلم انتشار الأوبئة. دكتور إسلام، أهلا وسهلا بحضرتك. إذا كنا إزاء حالة وبائية أو وباء لم يصل العالم إلى أمصال أو لقاحات مضادة لهذا الوباء، وأصبح مصطلح التعايش مع الفيروس مصطلح مستعمل من قبل منظمة الصحة العالمية، ما هو المقصود به وما هي متطلبات مرحلة التعايش؟ مساء الخير وكل المشاهدين. مرحلة التعايش كل وجود وباء لسه ما وجدناش ليه مصل أو علاج بيسموها مرحلة التوازن، اللي هي لا ضرر على الاقتصاد ولا ضرر على الناس ان هو ينتشر ليهم الفيروس، ودي اصعب معادلة ممكن تحصل، خصوصا لو كان كيرف الاصابات والوفيات لسه في الزيادة، وده حاليا مصر بتنتهجه عشان نعرف نوازن بين الاثنين. المراحل اللي اتحطت وهي الست محاور الاساسية والثلاث مراحل اللي انتوا شرحتوها بتشترط في المراحل دي حاجة اساسية جدا، ان احنا ما ينفعش ننتقل مرحلة لمرحلة إلا لما نتأكد إن في المرحلة الأولى الفيروس فعلا تم انحساره وأصبحت الوفيات والإصابات أقل. لو في المرحلة الأولى ده ما أثبتش في التقييم مش هننتقل للمرحلة الثانية، فهي متوقفة على التقييم والأساس. طبعا لسه الصورة مش واضحة تماما عن طريقة التطبيق في عدد المدحات في التقييم، دي لسه ما نزلتش، هيبقى في كام مدحة إن احنا نقيم كل مرحلة. والحاجة الثانية، هل هيبقى في غرامات أو قوانين ملزمة أو لا لتنفيذ المؤسسات والدولة والأفراد لهذه المحاور الستة اللي اتنشرت من وزارة الصحة؟ نقدر نلخصها في ثلاث حاجات، يعني هي حاجات ليها علاقة بالأفراد والمؤسسات والدولة. الأفراد، إن خلاص هيبقى فيه كمامات إجباري، لازم المسافة 2 متر لا للتكدس، والحوامل الكبار سن واللي عندهم أمراض مزمنة يلتزموا في البيت وما ينزلوش. المؤسسات طبعاً عليها كلام كبير جداً في توفير البنية الآمنة للموظفين، والإشغال يبقى 30-50% بس، وإن هم اللي عليهم مسؤولية التوعية وشراء وسائل الوقاية والحماية، وإن هو يشغلوا الناس ديجيتال ومن البيت. الدولة هي السياسة، وضع السياسة لكل مرحلة، والتوعية المجتمعية وزيادة عدد المواصلات. نقدر نلخص كل المراحل في الموضوع ده ونقول إن المرحلة الأولى ملهاش وقت، يعني ما تعلنلهاش وقت معين إلا بتقييم الإصابات والوفيات. المرحلة الثانية هي اللي تحط لها 28 يوم، والمرحلة الثالثة مستمرة. طب معلش دكتور اسلام، هو الاستراتيجيه المطروحه او التي قدمت واعلن عنها من قبل وزاره الصحه وحضرتك بتستعرض ابرز محاورها بشكل موجز، مرتبط بتقييم كل دوله على حده كل قطاع صحي في كل دوله، ولا منظمه الصحه العالميه لها على الاقل استيفاءات في حدود دنيا من المعايير المتطلبه لمرحله التعايش؟ هو للاسف منظمه الصحه العالميه ما حطتش شروط اساسيه للتعايش او للدول، وده اللي احنا كنا بنطالب بيه من فتره كبيره، وللاسف كلها اقتراحات فقط مش خطوط مفصله. بس هو كل دولة بتحط السياسة بتاعتها وفقا للاحتياجات بتاعتها وفقا لطبيعة الشعب والاقتصاد نفسه شكله عامل ازاي. يعني في دولة زي فنلندا مثلا، دولة كلها عبارة عن ديجيتال كونتري، دولة كلها الكترونية، التعايش كان فيها سهل. دولة زي السويد كان سهل ان هم يحطوا كل كبار السن واللي عندهم امراض في البيت ما ينزلوش تماما، والناس الصغيرين تنزل. امريكا عملت ثلاث محاور للولايات لكل ولاية لوحدها، المانيا حطت خمس محاور، فهي كل دوله ابتدت تحط السياسه بتاعتها لوحدها. احنا متهيألي اللي يناسب لينا هو ان يبقى وجود حزمه الاجراءات الجيده هذه، لكن بوجود غرامات وقوانين صارمه لالزام المؤسسات والافراد بتنفيذ التعليمات، عشان ما يحصلش، لان مش مصر بس، عشان ما يحصلش زي فرنسا مثلا اول ما ابتدوا يفتحوا الاقتصاد كان في تكدس رهيب. امريكا في فلوريدا حط نفس الكلام. فطبيعه الشعوب وطبيعه البشر ان لم لا يوجد غرامات او قوانين ملزمه، الناس بتحب ان هي يعني ترجع للحياه الطبيعيه. واحنا بس عايزين نقول للناس الفيروس قاعد معانا فتره طويله، محتاجين نتعود على الحياه الجديده اللي احنا هنعيشها لغايه ما ان شاء الله نجد بصل ناجع وفعال وعلاج باذن الله برضه يكون معانا. طيب دكتور اسلام، هو حضرتك اشرت الى فكره الدور الواقع على الافراد وعلى طريقه التعامل اليومي، وارتداء الكمامه كان المعطى الاول اللي حضرتك استعملته او اشرت اليه، وارتداء الكمامه في حد ذاته كان محل جدل بحكم ان الكل كان يستكشف ويسبر اغوار هذا الفيروس منذ البدايه، من يقول ان ارتداء الكمامه لزاما على من يشك ان لديه اعراض، واخر يقول بان ارتداء الكمامه حتمي حتى لو لم تكن تشكو من اي اعراض، نحن ازاء اي قول فصل في هذه المساله؟ نقطة كويسة جدا. احنا في الأول كنا نقول إن في حالة عدم وجود فتحة للاقتصاد في ثلاث أنواع من الناس بس هم اللي محتاجين يرتدوا الكمامة. الكادر الطبي، الناس اللي خايفين عندهم إصابة وخايفين يعدوا حد، الشخص المخالط لحد مريض أو بيروح في مكان مزدحم يخاف إن يبقى يكون في حد مريض يتعدم. ده الثلاث فئات. حاليا بما إننا هنفتح الاقتصاد، احنا بقينا مرحلة الرابعة أو
الفئة الرابعة هي فئة إن إحنا رايحين أماكن مزدحمة بالضرورة، مواصلات كلها زحمة، الأماكن الشغل كلها زحمة، فأنا ما أقدرش أتأكد إذا كنت هبقى في مكان فيه مخالط لشخص مريض ولا لأ. فارتداء الكمامة لكل الدول اللي فتح الاقتصاد هو ضروري، لكن هي في حاجة مهمة جدا، هو ارتداء أنهي كمامة؟ ارتديها إزاي وألاحها إزاي؟ والحاجة اللي جاية بقى من الدولة، من سياسة الدولة، هو هل سيتم توفير كمامات بصفة دورية وكمية كافية وبسعر مناسب لكل أطياف المجتمع ولا لأ؟ يعني احنا عرفنا ان من المؤسسات هتبقى مسؤوليه المؤسسه، يعني اي شركه او مؤسسه او مصنع هيبقى هو اللي ملزم يشتري لكل العمال بتوعه وسائل الوقايه والكمامات والمطهرات وكل الحاجات دي، فبالتالي ده ما بقتش مسؤوليه مواطن. لكن في الاخر هي نرجع للسؤال، هي ضروره حتميه طالما هفتح الاقتصاد ان يتم ارتداء الكمامه. اخيرا دكتور اسلام، مساله اننا اذا ما باذن الله قدر لنا ان نجاوز المرحله الاولى المرتبطه بتصطيح المنحنى البياني الخاص بعدد الاصابات او الوفيات وتسجيل معدل اصابات ووفيات اقل باذن الله، هذا لا يعني بالضروره اننا غادرنا كل مرحله الخطر. بالضبط كده، احنا كده معناها ان احنا عدينا من المرحله الاولى ودخلين على المرحله الثانيه اللي هي مرحله الاجراءات المتوسطه اللي احنا بنتكلم فيها، ان انا لسه في خمس حاجات ما يعني الفايف نوز، يعني في خمس اماكن مش هتفتح برضه، ولا السينما ولا الكافيهات ولا المطاعم ولا الجامعه والمدارس والحضانات ولا الجيم ولا الافراح، دي خمس حاجات. ليه؟ لان برضه نفس النظريه، احنا لسه خايفين ان لما نبتدي نفتح ونبقى مطمنين المرحله الاولى خلصت ترجع يحصل فيه انتكاس. احنا لسه شايفين الموضوع ده في لبنان الاسبوع اللي فات، وشفناه في المانيا كذلك، كوريا الجنوبيه والجزائر لهما نفس النموذج. كوريا الجنوبيه والجزائر بالظبط، اول ما ابتدوا يفكوا شويه الاجراءات وعدوا المرحله الاولى ابتدت الاصابات تزيد. صحيح. شكرا جزيلا لحضرتك دكتور اسلام عنان، استاذ اقتصادات الصحه وعلم انتشار الاوبئه، منضما الينا عبر الهاتف وعبر